السلام عليكم. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عم الشيخ. تفضل. حضرتك كنت عايز افتح سوبر ماركت وعايز اسال المكسب الشرعي، يعني احط اي سعر بجيب البضاعه مثلا ب 8.5، الراف 16.5، ولا في حد ادنى للمكسب الشرعي؟ ليس هناك حد ادنى. ها؟ لكن لا تكن جشعا فقط. اه. نعم. مع السلامه. بارك الله فيكم.